الدورة الشهرية متأخرة. تتساءل إن كانت حاملاً. لا تريد أن تخبره لأنها تخشى. لا تريد أن تخبره؟ تخشى أن يضربها أو أفظع من ذلك أو أن يقتلها، ولذلك لا يمكنها فعل شيء. لا يمكنها أن تطلب إجراء فحص. وهل سألتها إن كان هو الأب؟ ألا يوجد رجال آخرون؟ نعم، هو الأب، ويريد بيعها إلى أحد المهربين. هذا هو السؤال المطروح. الهدف ربما هو بيعها، فهذا ما قام به من قبل. هي تقول إنه يريدها أن تعبر البحر حتى يتمكن من شراء فتاة أخرى. في 13 من شباط فبراير 2019 تلقى موقع مهاجر نيوز رسالة نجدة من فتاة عالقة في ليبيا. هي من كوت ديفوار وقاصر، أسميناها مريم. عاشت حبيسة في منزل في طرابلس، وكانت تحلم بالهرب إلى أوروبا. حاورناها عدة أسابيع عبر واتساب. يستدعيني إلى غرفته بشكل يومي تقريباً، ويجبرني على ممارسة الجنس معه. أحياناً يضربني على وجهي أو بطني. يضربني لأنني لا أرغب في أن يلمسني. أخاف أن أموت. في البداية طلب مني أموالاً كي يطلق سراحي، ولكني لا أملك هذا المال، فبدأ باستغلالي. حين أرفض أن أنام معه يقول إنه سيقتلني. لا أعرف وقتاً محدداً لعودته إلى المنزل كل يوم، لكن حين أسمع صوت المفتاح أشعر بالاضطراب. يقوم بفعل أمور لا أرغب بالحديث عنها. أشعر بالإشمئزاز. أنا من قرية صغيرة في كوت ديفوار، ومنذ عدة أشهر أنا محتجزة من قبل رجل ليبي في منزله بحي سكني بطرابلس. الباب يبقى مغلقاً بالمفتاح. لا أعرف اسمه. أناديه السيد. هو في الأربعينات من عمره، غير متزوج ويعيش وحده، وأنا قريباً سأبلغ 17 من عمري. أمرني السيد بأن أبقى هادئة. هددني بأن يقتل أختي إن حاولت الهرب. شقيقتي ذات الأعوام الستة محتجزة معي أيضاً. هو لا يلمسها، تعهد بأن لا يلمسها. لا أدري إن كانت تفهم ما يحدث، فهي لم تعد تتكلم كثيراً. هل قلة الكلام مؤشر خطير؟ من قبل كانت تتكلم كثيراً لوحدها، وكانت ترى كوابيس كثيرة في نومها. أنا لست مذنبة بتركي لبلادي، فليس هناك مستقبل، بل الكثير من الفقر في كوت ديفوار. كنت أسعى للحصول على مستقبل أفضل. لم أخبركم بعد، ولكن هناك فتاة أخرى معنا في البيت. السيد منعنا من الحديث مع بعضنا فلا نتحدث. لا أعرف شيئاً عنها، أعرف فقط أنها تتعرض للاغتصاب هي الأخرى. ليس السيد من يغتصبها، بل رجل آخر صديق للسيد هو نفسه دائماً. هي لا تخرج أبداً من غرفتها. لا توجد صور للفتاة الأخرى؟ كلا، قالت لي إن الفتاة الأخرى محتجزة في غرفة أخرى ولا تخرج أبداً. هددها الرجل بالقتل إن تحدثت معها، لذا فهما لا تتحدثان، والأخرى تبقى في غرفتها. يجب أن أخبركم بأمر آخر. أعتقد أنني حامل، ربما منذ شهر. لدي تأخر في الدورة الشهرية. هل تعتقدون أنه حامل؟ لم أخضع لفحص، ليس لدي الإمكانية أن أتأكد. السيد هو والد الطفل، لم أخبره أنني حامل. كم من الوقت يمكنني إخفاء ذلك برأيكم؟ إن علم بالأمر أخشى أن يبيعني أو يخضعني للإجهاض أو أن يتخلص مني. اليوم حصل معي نزيف، لا أعرف لماذا، ومنذ الأمس أعاني من ألم في الثديين. أحياناً أشعر بالرغبة في التقيؤ، لكن لا أتمكن من ذلك. هل يمكنكم مساعدتي؟ هل هذه أمور طبيعية؟ ماذا يعني الإجهاض؟ ماذا علي أن أفعل؟ هو يستمر في اغتصابي رغم وجود نزيف، لكنه لم يكتشف الحمل بعد. أتمنى أن لا يكتشفه.
آخر أنظف البيت قليلاً ولا أقوم بأي شيء آخر. لا يسمح لنا بالخروج فنبقى في البيت نشاهد التلفاز. السيد لا يعرف أن بحوزتي هاتف نقال، إن علم سيصادره مني. أخبئه تحت فرشتي وحين يكون هنا أبقيه في وضعية صامت. وجدت مفتاحاً في إحدى خزائن المطبخ أحتفظ به معي. اكتشفت أنه مفتاح باب المنزل، أخاف أن أستعمله حتى لو هربت. إلى أين يمكنني أن أذهب؟ لا أعرف أحداً في ليبيا، ماذا أفعل بأختي ذات الأعوام الستة؟ إن كانت أمامي فرصة للهرب، هل أهرب؟ أود أن أعبر البحر المتوسط، لكني أخشى أن لا تحصر علينا قوارب المنظمات الإنسانية. رأيت على التلفزيون قارباً ألمانياً، وعلى تويتر رأيت باخرة اسمها إيلان الكردي. هذا أمر مفرح، إنها فرصتي الوحيدة. هل هذا هو القارب الألماني؟ منذ بداية إقامتي هنا وعدني السيد أن يساعدني لأصعد على متن قارب متوجه إلى أوروبا، لكن لم أرى شيئاً. هل تعتقدون أنه يحتفظ بي لعدم وجود قوارب إنسانية قبالة سواحل ليبيا؟ أعتقد أنني سأغادر قريباً. قال لي السيد إن مهرباً سوف ينقلنا قريباً أختي وأنا. ربما يريد فتاة أخرى. لا أعرف لماذا سوف يتركنا نغادر. أشعر ببعض الخوف. الرحلة التي ستبحر غداً تم إلغاؤها. السيد هو من أبلغني بذلك. لا أعرف السبب، ربما لا توجد قوارب نجدة إنسانية في البحر. رحلة اليوم ألغيت أيضاً، لن نبحر. لا أعرف لماذا. لابد أن أحداً أبلغ الليبيين أن رحلة ما كانت مقررة. بعد هذه الرسالة في 18 من آذار مارس 2019، توقفت مريم عن التواصل معنا. حاولنا العثور عليها عبر الأمم المتحدة في ليبيا بدون جدوى. في الرسائل الأخيرة كانت تتحدث عن رحلة، إذن فهي تعني عبور البحر. تقول رحلة اليوم ألغيت لأن خفر السواحل الليبية كانوا مستنفرين ولم تكن هناك بواخر إنسانية. ربما تكون قد سافرت بالبحر ثم أوقفت البحرية الليبية ووضعتها في السجن، أو أنها غرقت. فكما تعلمين وصلت أنباء عن غرق قارب مهاجرين وعلى متن طفلة ذات 6 أعوام. لذا فالسؤال، هل كانت على متن هذا القارب؟ فجأة بعد 4 أشهر من الصمت تلقى مهاجر نيوز رسالة. في 6 من تموز يوليو 2019 ظهرت مريم من جديد. هي على قيد الحياة وهي في أوروبا. لحمايتها لن نكشف عن المدينة التي توجد فيها. تمكنت مريم من الهرب مع أختها. غادرتا في 18 من آذار مارس، يوم حصولنا على آخر رسالة لها. لم تأخذ هاتفها معها. آوى شخص ليبي مريم وأختها في طرابلس 4 أيام. في 26 من آذار مارس ركبتا قارباً. بعد يومين أنقذتهما سفينة أوروبية.